تتخذ رنا إجراءات للانتقام من طارق. تسوء الأمور ويجد طارق نفسه محاصراً. ماذا ستكون خطة رنا هذه المرة؟ تغضب إنجي من تولي التي لا تصدقها. من ناحية أخرى، تشعر تولي بالانزعاج لأنها لم تتمكن من إخبار إنجي بما حدث بعد الحادث. من ناحية أخرى، يستمر فيلدان في جعل مسيد يشرب السم كدواء بإلحاح من طارق. تدهور صحة مسيد يقلق الجميع. كرم، الذي لا يستطيع فهم وضعه، بقي عاجزاً. في الشركة، بعد مشاجرة مع رنا طارق، أخذت إجازة وأغلقت على نفسها في منزلها للابتعاد عنه. ومع عدم تمكنه من الوصول إليه، بدأت أعصاب طارق في التدهور. رنا تحب هذا الوضع كثيراً. رنا، التي تريد الانتقام من طارق وإيذائه، تحاصر حميرة التي تعتقد أنه صديق. يلتقي إنجي وملك مرة أخرى، لكن ملك لا تتذكر إنجي. يبدأ ماسيد بالمرض بسبب الأدوية التي قدمها فيلدان. بعد رؤية ملك في الشارع للمرة الثانية، تمكن إنجي من التحدث معها هذه المرة. لكن ملاك لا تتذكر إنجي رغم كل جهودها. تخبر إنجي تولي أنها رأت ملك، لكنها لا تزال غير قادرة على إقناعها. تعتقد تولي أن إنجي تفتقد ملك وأليف كثيراً وتعتقد أنها تحلم مرة أخرى. في القصر، تبدأ الأدوية التي أعطاها فيلدان سراً لام مسيد في التأثير وتتدهور صحة مسيد يوماً بعد يوم. تشعر فيلدان بالندم على ما فعلته، لكنها لا تستطيع التوقف عن إعطاء الأدوية بسبب ضغوط طارق. تعتقد رنا أن طارق وضعها في الخلفية ويتخذ إجراءات للانتقام. بينما لا تستطيع إنجي تصديق أن ملك قد ماتت، إلا أنها تواجه مفاجأة كبيرة. تعتقد رنا أن طارق يهملها وتذهب إلى القصر لتخويفه. ولكن عندما يرى حميرة ترتدي الأقراط التي طلب من طارق شراءها، يصاب بالجنون. معتقداً أن طارق يضع حميرة أمام نفسه، لا يستطيع طارق فهم موقف رنا البارد ويأخذ الأقراط التي يريدها ويذهب إلى رنا. تغضب رنا أكثر عندما ترى الأقراط. بينما يحاول طارق فهم سبب تصرف رنا بهذه الطريقة، تستمر رنا في التوبيخ. من ناحية أخرى، بينما تستمر إنجي في الاعتقاد بأن ملك على قيد الحياة، فإنها تواجه موقفاً لم تتوقعه أبداً. أم سيلتقي إنجي وملك هذه المرة؟ عندما يتأكد طارق من أن ملك على قيد الحياة، يطلب من رجاله العثور عليه وقتله. من ناحية أخرى، يريد مسيد العثور على ملك ويأخذها تحت جناحها. يضطر فيسل لإخبار إنجي أن عائلة ملك ماتوا في ذلك الحادث. تحاول إنجي استيعاب ما سمعته، لكنها لا تصدق أن ملك وأليف ماتا. تمرض ماسيد بسبب الأدوية التي تتناولها. تحاول شريا وأليف دائماً دعم مسايد من خلال التواجد بجانبه. أليف، التي تشتاق إلى والدتها، تشعر بالرضا تجاه حب سوريا. من ناحية أخرى، طارق، الذي علم أن ملاك على قيد الحياة، يطلب من رجاله العثور على ملاك وقتلهم. ماسيد يأمر مصطفى بالعثور على ملاك والعناية بها في أسرع وقت ممكن. موقف طارق اللامبالي تجاه رنا يثير غضب رنا. بعد ذلك تقوم رنا بترتيب لقاء مع حميرة وتذهب إلى القصر. لا تستطيع إنجي إقناع أي شخص بأنها رأت ملاكا. يبدأ ماسيد بالشعور بالسوء. هل مرض ماسيد بسبب فيلدان؟ تستمر جولد في القلق بشأن ملاك التي لا تتذكر ماضيها، وتذهب إلى الحي الذي تعيش فيه ملاك لتعرف شيئا عنها. لا تستطيع إنجي إقناع أي شخص بأنها رأت ملاك. تولي في وضع صعب للغاية لأنها لا تستطيع أن تشرح لإنسي أن ملكة ماتت في هذا الحادث. من ناحية أخرى، يتصل طارق بفيلدان ويسألها إذا كانت قد أعطت مسيد أدوية سامة.
يتحسن مزاج طارق عندما يخبره فيلدان بأنها نفذت تعليماته. تقفل ماسيد على نفسها في غرفتها لأنها تشعر بالسوء. بينما يحوم الجميع حوله، يكون طارق سعيداً بوضع ماسيد. هل سمم فيلدان ماسيد حقاً؟ يرى إنجي ملك تبحث عن أليف في الشارع. صدمت إنجي بما رأته وأخبرت تولي بكل شيء. من ناحية أخرى، يحاول طارق استغلال الفرصة المتاحة له لقتل ماسيد. عندما تخرج ملك للبحث عن إليف، تقابل إنجي. تصدم إنجي لرؤية ملاك أمامها بعد أشهر. إنجي التي تخبر تولي بما رأته لا تستطيع إقناع تولي بأن ملك على قيد الحياة. تبدأ حالة ملك العقلية في إثارة قلق جولد. تعمل جولد على منع تعرض ملك وعائلتها للأذى وتبحث عن حل. من ناحية أخرى، يعرف طارق المعلومات التي حصل عليها ماسيد ومصطفى حول ملاك. عندها يبدأ طارق في رؤية ماسيد باعتباره خطراً أكبر ويجبر فيلدان على إعطائه أدوية سامة. هل سيتبع فيلدان الشيطان هذه المرة؟ مصطفى يخبر ماسيد أن تقرير وفاة ملك مزيف. ماذا ستفعل ماسيد عندما تتأكد من أن ملك لم تمت؟ تقرع تولي باب جولد لتوصيل أميرهان إلى المنزل. تعتقد جولد أن تولي ستغضب منها لأنها جلبت شخصاً لا تعرفه إلى المنزل، لذلك لم تخبرها عن ملاك. بينما تحاول جولد استضافة ميليك بشكل جيد، تشعر ميليك بالحرج لأنها تعتقد أنها عبء على جولد. من ناحية أخرى، نتيجة بحثه، يخبر مصطفى ماسيد أن شهادة الوفاة المعدة لملك مزورة. المعلومات التي يقدمها مصطفى تصدم ماسيد. من ناحية أخرى، طارق مصمم على التخلص من ماسيد ويستمر في الضغط على فيلدان لإعطائه الأدوية السامة. يدرج طارق فيلدان في الخطة التي أعدها للتخلص من ماسيد. لا تقبل فيلدان طلب طارق، لكن طارق يمسك بها في أضعف نقاطها. يقرر طارق التخلص من ماسيد من أجل إنهاء بحثها عن ملاك. طارق الذي يريد استخدام فيلدان في خطته لقتل ماسيد لا يشرح بوضوح نيته لفيلدان، لكن فيلدان يخمن غرضه الحقيقي. يواجه طارق وفيلدان مواجهة، لكن طارق يستغل ضعف فيلدان ويقنعها بتسميم ماسيد. من ناحية أخرى، يضطر طارق الذي يريد أن يكمل علاقته مع رنا بسلاسة إلى إهداء الأقراط التي اشتراها لرنا إلى حميرة من أجل إثارة إعجابها. بينما ستأخذ ثريا إليف في نزهة لتشتيت انتباهها، تواجه عقبة فيلدان. ولكن عندما يتم تضمين كرم في هذه الخطة، يضطر فيلدان إلى التراجع بلا حول ولا قوة.